نحن شعب واحد، نفرح لفرح إخوتنا في مصر ونحزن لحزنهم. كانت فرحتنا كبيرة بنيل النادي الأهلي المصري هذه الميدالية البرونزية ببطولة أندية العالم، وقررنا في مجلس إدارة نادي المريخ أن نكرم النادي الأهلي بدرع. فرحة منا بهذا النصر الذي حققه للعرب وللأفارقة، وقدمنا هذا الدرع اليوم بعد الاجتماع الفني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقدم سويا في المنافسات القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباراة نظيفة تنيم عن حب الشعبين الكريمين لبعضهم البعض. إن شاء الله سبحانه وتعالى نترافق سويا إلى الدورة القادمة إن شاء الله. بنهني جمهور الأهلي عامة ومجلس إدارة نادي الأهلي بالانتصار الذي حققه والحصول على المركز الثالث البرونزية على بطولة العالم للأندية. نادي الأهلي بيننا وبينه في علاقة طيبة جدا ما بين مجلس الإدارة الأهلي ومجلس إدارة المريخ، وبحكم أنه نحن يعني الشعب المصري والسوداني شعبي واحد بنشرب من نيل واحد، وهي الحاجة يعني لازم التهنية تكون مسبقة مننا يعني قبل أي حد. نحن المقصد منها أنه لازم نهني أخواننا في نادي الأهلي قبل أي حد، وصادفت اللي هي مع المباراة في البطولة الأفريقية. يعني الظروف هي جمعت أنه نحن التهنية تكون في الوقت المناسب بعد الرجوع مباشرة من الدوحة، فاستغلنا الفرصة في أنه طوال نقدم التهنية لأخواننا في النادي الأهلي.